هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. مدرب الوداد يفاجئ سكوما. تغير موقف وليد الركراكي مدرب فريق الوداد الرياضي بشأن اللاعب أيوب سكوما بعدما اعتمد عليه في المباراة التحضيرية للفريق مقدما له فرصة الكشف عن إمكانياته. وتحدثت بعض المصادر الموثوقة عن وضع اللاعب سكوما مؤكدا أن المدرب غير مقتنع بإمكانيات سكوما التي تراجعت بشكل كبير مقارنة بما كان عليه في السابق. وتبعدت المصادر أن منافسة سكوما على مركز في خط وسط ميدان الوداد تبقى بالغة الصعوبة في ظل الأسماء الوازنة التي تحظى أو يحظى بها الوداد والتي تشكل تنافسية كبرى بين اللاعبين. ووصل أن مدرب الوداد الرياضي لا مشكلة لديه مع اللاعب عكس ما يروج له أحيانا، إلا أن إضافة سكوما لا تقنع الركراكي الذي يمتلك أسماء قوية في خط وسط الميدان حتى بعد رحيل القائد وليد الكرتي. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو، دمتم في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.